بضيوفنا الكرام على مستوى المدرسة العليا للإدارة العسكرية. أولى عندنا أيضا سنة ثانية وسنة ثالثة. تعتبر هذه الأبواب المفتوحة فرصة للتعرف على شروط انتقاء الطلبة الضباط العاملين لحساب دورة 2022-2023، والتي ستفتح لها تسجيلات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لسنة 2022، كما سيتم وضعها تحت تصرف المترشحين تطبيقا للتسجيل الأولي عبر شبكة الأنترنت على الموقع المعروف عند الافتتاحات التسجيلات. هذه الصيغة ستسمح بتنظيم أحسن لعملية تسجيل المترشحين الجدد، وتضمن إنصاف وتكافؤ الفرص لكل الشباب الراغبين في متابعة مسار عسكري للسلاح المعتمدية.